هكذا كان المشهد في حي برجون بالدار البيضاء صباح الجمعة، الحي الذي شهد انهيار 3 منازل ملتصقة ببعضها، ما تسبب في سقوط قتيلين، فيما تم انتشال ما يفوق 40 شخصا من سكان المنازل 3، وقد استغرقت عمليات انتشال المزيد من الضحايا تحت الركام ساعات طويلة. الحادث وقع في الساعة بالضبط ما بين 2:30 3 الروب. كنت ناعس هنا، بانوا لي الدخاجين كيجروا كيصحاب الناس زنزال ولا شي حاجة بحال هكا، خرج بات لي الدار كتريب. أنا بات بحال هكا وداك طلع التراب والدخان وداك الشيء، وجاو الدراري ولاد الحي هما اللي عتقوا الناس، خرجوا بزاف ديال الناس شي 10 ولا 12 واحد خرجوا من الدراري من الدار ومن الدار. عاد جاو الوقايه المدنية حتى ما قاموا بالدور ديالهم. أسباب الحادث حسب أحد المهندسين تعود إلى ضعف أساسات المباني 3 التي لا تقوى على تحمل أكثر من طابق أو طابقين، لكنها في الواقع تجاوزت قبل الانهيار ما بين 4 و5 طوابق، فضلا عن أن الأرضية التي تم عليها البناء لا تتحمل هذا الارتفاع. السبب الأساسي على ما كيبيننا هو المشكل ديال الأساسات، هو أنه هذا الحي كله في الأول كان فيه طابق سفلي وانيتاج، فاذا بنا كنشوفوا هنا تعطاو دي سيرفاسيون، كاين اللي عنده 4 طوابق، كاين اللي عنده 5، كاين اللي عنده 3، دونك الطريقه باش تبناو هاد لي زيتاج كيبقى مازال عليها نقطه استفهام. وفرضت السلطات طوقا على المكان للحد من الخسائر، فيما هرعت وحدات الوقايه المدنيه الى المكان لانتشال الضحايا ونقل 10 الجرحى الى المستشفيات، حاله واحد منها خطيره. ليست هذه المرة الأولى التي تسقط فيها منازل على رؤوس من فيها، ويخشى ألا تكون الأخيرة، فحسب أرقام رسمية يعيش 500,000 مغربي في منازل مهددة بالانهيار في أي لحظة. يوسف إتياسيس، كاين نيوز عربية، الدار البيضاء.